لما بائع يبيع منقول أو عقار لمشتري بتقع عليه التزامات لاحقة غير تسليم الشيء المبيع، فيجب عليه أن يضمن التعرض. يعني لو أي حد جاي يطالب المشتري بالشيء المبيع، البائع هو اللي المفروض إن هو يدفع هذا التعرض ويدافع عن حق المشتري، لأنه المفروض إنه يسلمه الشيء المبيع خالي من أي أعباء أو التزامات. ودي آلية قانونية بتطبق بشكل آلي وطبيعي جدا وفقا للمادة 488 مدني أردني، علشان كده بتتسمى الضمان القانوني. وفي ساعات تانية ممكن البائع والمشتري يزودوا بنود واشتراطات خاصة فيها فيما يعرف بالضمان الاتفاقي، يعني ضمان تعرض خاص هم اتفقوا على بنوده على نحو مخصوص. تعالوا النهاردة نتكلم عن ضمان التعرض ونفرق ما بين التعرض الشخصي وتعرض الغير، وكمان نفرق ما بين ضمان التعرض وضمان الاستحقاق. أنا عمرو العروسي وحضرتك بتتفرج على قناة نظريات قانونية. ضمان التعرض زي ما قلنا هو عبارة عن التزام قانوني مؤبد يفرضه القانون على البائع لمصلحة المشتري ليضمن له حيازة هادئة ومستقرة للشيء المبيع بدون أي مضايقات مادية أو قانونية من البائع أو من الغير. وفحواه إن لو أي شخص تعرض للمشتري لينازعه في ملكيته للشيء المبيع، فيجب أن يضمن البائع هذا التعرض ويتصدى له، لأن المشتري المفروض إن هو اشترى المبيع من البائع خالي من أي التزامات. بس ساعات يا جماعة اللي بيتعرض للمشتري ده بيكون هو البائع نفسه، وده اللي بنقول عليه التعرض الشخصي. وطبعا القانون بيمنع البائع من تعرضه الشخصي للمشتري بدلالة الأولى، وفي أوقات أخرى بيكون التعرض من الغير. فخلينا نتكلم عن التعرض الشخصي الأول. التعرض الشخصي معناه زي ما قلنا تعرض البائع نفسه للمشتري بعد ما تم معاه عقد البيع، والتعرض الشخصي ده ساعات بيكون تعرض مادي وساعات بيكون تعرض قانوني. تعرض مادي يعني من غير سند في القانون، عافية كده، زي ان البائع يقوم بغصب المبيع من المشتري بعد لما يبيعه ليه، او لو كان المبيع محل تجاري بيستمر هو في نفس النشاطات اللي كان بيمارسها المحل اللي هو باعه، ودي حاجة بينهى عنها القانون. ده ممكن كمان يتبجح ويفتح متجر مماثل بجانب متجره الذي قام ببيعه بقصد منافسة المحل الذي باعه، فيما يطلق عليه المنافسة الغير مشروعة. ومن صور التعرض المادي كمان ان كاتب يبيع لدار نشر معينة حق بيع 1000 نسخة من المصنف بتاعه، وبعدها وقبل ما تنفذ 1000 نسخة من دار النشر بيقوم بطبع نسخ اخرى ويبيعها لحسابه. أكيد بقى التعرض القانوني بمفهوم المخالفة هو التعرض للمشتري بسند قانوني، يعني البائع عنده حجة قانونية بيعارض بيها حق الملكية الخاص بالمشتري، زي إن البائع بينازع المشتري في حق ارتفاق أو انتفاع على الشيء المبيع. ومن الأمثلة على ده إن أنا لو بعت سيارة مملوكة لوالدي وأوهمت المشتري إن السيارة ملكي فاشتراها، فإن هذه البيعة تكون موقوفة على إجازة أبي. ليه؟ لأن بيع الشيء المملوك للغير دائما بيكون موقوفا على إجازة المالك. طب افرض ان الوالد توفى وورثت انا السيارة، هنا لا تنتقل البيعة الا بإجازتي، لان انا هنا اصبحت المالك. وطبعا القانون هيجبرني على هذه الإجازة لانه بيضمن للمشتري عدم التعرض الشخصي القانوني. الصورة اللي اكثر شيوعا بقى هي تعرض الغير للمشتري، وهو ما نصت عليه المادة 503 مدني أردني، فقد ألزمت هذه المادة البائع بضمان تعرض الغير للمشتري. بس البائع بيضمن تعرض الغير للمشتري وفقا لشروط 3. أول حاجة أن يكون تعرض الغير للمشتري هو تعرض قانوني. إحنا قلنا أن في تعرض مادي وتعرض قانوني، هنا التعرض يجب أن يكون قانونيا. أنا كبائع ماليش دعوة بالتعرض المادي اللي ممكن يحصل لك من قبل الغير. افرض واحد سرق منك المبيع أو اغتصب حيازته بعد ما أنا سلمته لك أو حتى أتلفه، أنا مالي، أنا فقط أضمن التعرضات القانونية. واحد بقى جاي بيقولك أنا ليا حق ارتفاق على العقار أو حق انتفاع عليه أو أن العقار مرهون أو مؤجر، وانت كمشتري اتفاجئت بالوضع ده، هنا أنا كبائع المفروض أن أنا أضمن هذه التعرضات القانونية. الشرط الثاني أن يكون التعرض سابق للبيع أو لاحقا لكنه كان بسبب البائع. ومعنى هذا الكلام أنه يجب أن يتم التصرف المسبب للتعرض قبل عقد البيع، يعني أنا رهنت المحل وبعدها قمت بيعه بدون ما أخبر المشتري أنه مرهون، هنا أنا بضمن تعرض الراهن للمشتري لأن الرهن تم قبل البيع.
لكن لو أنا سلمت العقار للمشتري غير مثقل بأي التزام، ولا عليه رهن، ولا حق ارتفاق، ولا حق انتفاع، ولا أي حاجة، ومن بعدها قامت الدولة بنزع ملكية العقار المبيع للمصلحة العامة، هنا أنا لا أضمن هذا التعرض، لأن التعرض تم بعد عملية البيع نفسها. وساعات يا أساتذة بيكون التعرض لاحق لعقد البيع بسبب البائع. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده مثاله إن البائع يبيع محل تجاري للمشتري ألف، ثم يقوم ببيعه مرة أخرى للمشتري ب. هنا هو بيضمن تعرض المشتري ألف للمشتري ب، رغم إن التصرف اللي هو بيع المحل للمشتري ب لاحق على عقد البيع الأول. ليه بقى؟ لأن التعرض اللي حاصل من المشتري ب للمشتري ألف كان بسبب البائع نفسه. الشرط الثالث والأخير هو وقوع التعرض بالفعل للمشتري، يعني لازم التعرض يتم بالفعل، يعني لو كان المحل مرهون ولم يكن المشتري عالما بالرهن فلا يحق للمشتري مطالبة البائع بضمان التعرض إلا لو طالب الراهن المشتري بالرهن، بمعنى أن الراهن لو فضل ساكت ولم يطالب المشتري الجديد بالرهن الخاص بالمحل فلا يحق له مطالبة البائع بضمان التعرض. ومعنى الكلام ده أنه لا يكون للمشتري مطالبة البائع بضمان التعرض لمجرد الخشية من أمر ما لم يحدث. بس خلي بالنا الشرط ده ملوش أي لازمة في القانون الأردني. ليه بقى؟ لأن المادة 488 مدني أردني نصت على أنه يلتزم البائع بتسليم المبيع مجردا من كل حق آخر، فالبائع وفقا لنص المادة يجب أن يسلم المشتري المبيع خالي من أي حقوق وغير مثقل بأي أعباء، وبذلك يضمن البائع التعرض حتى ولو لم يتعرض الغير للمشتري بالفعل، فيحق للمشتري وفقا للقانون الأردني أن يقوم بمطالبة البائع بضمان التعرض بمجرد علمه بأنه يوجد حق على المبيع، يعني في رهن على المحل، حتى ولو لم يتقدم الراهن بالفعل للمطالبة برهنه على المحل. طب ده ضمان التعرض. ايه بقى هو ضمان الاستحقاق؟ ضمان الاستحقاق بيعتبر آلية لاحقة لضمان التعرض. احنا كلنا عارفين ان التزام البائع الاصلي هو تسليم المبيع الى المشتري اللي هو التنفيذ العيني، ويلتزم كذلك بالتدخل لدفع التعرض في حالة ما تعرض هو نفسه او الغير للمشتري. طب افرض بقى البائع فشل في دفع التعرض، الراجل اللي راهن المحل مش عايز يتنازل ومصمم على مطالبة المشتري بأداء الرهن إليه، في هذه الحالة بيقوم البائع بتعويض المشتري عن ذلك الخلل الذي أصاب التعاقد، وهذا التعويض هو ما يطلق عليه ضمان الاستحقاق، وده زي ما هو واضح التزام احتياطي، فيجب على البائع أن يضمن التعرض بداءة، فإن فشل في ذلك يكون عليه التزام احتياطي متمثل في تعويض المشتري.